السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتج جديد من منتجات معرض كريم للأدوات المنزلية هو أطقم الكاسات الكريستال التشيكي البوهيمي. حبيت إن أنا أصور لكم النهاردة طقم كاسات باللون الفاميل. استيكر قدامنا أهو، كريستال تشيكي بوهيمي، وعنده مدموغ كمان أهو بكلمة بوهيمي. تمام. طقم الكاسات ده في منه الموديل اللي هو موديل العصير وموديل فيلتو. فيلتو اللي هو الكاس الطويل، والأقصر اللي هو الموديل اللي اسمه موديل العصير. تمام. الطقم 6 قطع، الطقم 6 قطع زي ما احنا شايفين. الكنار بتاع الكاس ذات نفسه فيه كمية ذهب رهيبة، شغل الورد أو شغل النقش اللي على الدهب ده كله شغل بارز. ننزل اهو، كل ده على فكرة الكاس ذات نفسه أخد تعريجات اهي، لو أخدنا بالنا من فوق نلاقي فيه تعريجات، فيها تعريجات. ايد الكاس برضو مشغولة بالذهب، حتى الكنار بتاع الكعب بتاع الكاس برضو بشغل الذهب. طقم الكاسات بيكون 6 قطع، طقم الكاسات بيكون معانا 6 قطع. سعره معانا في العرض ب1150 جنيه، سعره معانا ب1150 جنيه. للطلبات بتبعتي لي على رقم الواتساب 010-19-84-2696. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.